هو الحق ببادرة من رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومع الجمعيات اللي تشتغل على القانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء والفتيات منذ سنوات. تقامت الندوة هذه الوطنية وجاونا من فروع من جهات الكل بمشاركة يعني فروع الرابطة وفروع الجمعيات الأخرى اللي هي جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء للبحث حول التنمية وجمعية بيتي ومنظمة حرة ورابطة الناخبات. هذوما جمعية منظمات المجتمع المدني اللي تطالب وتشتغل منذ سنوات على قانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء. لكن القانون هذا مشروع القانون هذا اللي كانوا فاعلين فيه يعني خبيرات واللي حضروه خبيرات من المجتمع المدني وقعت يعني تعرقل عدة يعني زيته برشا عراقيل وسمعنا برشا مقاومة من مختلف الحكومات المتعاقبة. واليوم فما مشروع يعني بعد تحويره وكل ارتأت الوزارة هي بصدد يعني قاعدة تحضر فيه لمسات الأخيرة باش تقدم المجلس الوزراء وباش يتعدى المجلس النواب. احنا كمجتمع مدني واللي احنا كنا وراء إيجاد هالمشروع هذا وكنا نطالبه بالمشروع الشامل ارتأينا أنه من واجبنا أولا باش نعرفوا المحتوى اللي باش تقدم به باش يتقدم في المشروع. واحنا على ذاك أكدنا وشفت أول مداخلة أعطيناها الممثل الوزارة باش تعطينا فحوى مشروع اللي باش تقدم به الوزارة، إلا أنهم الوزارة ما زالت تقدم في الخطوط العريضة. ما رأنا إلا أنه اليوم يجيو يعني خفي حنيم عندهم حتى وثيقة ما عندناش القانون يبعثوا زوز قضيات عن وزارة المرأة باحتشام كبير يقول يناقشوا في قانون من خلال عناوين ما عندناش المحتوى بتاعه وقعدنا نردوا في يعني ردود حول الشكليات بتاع هذا القانون. وانا يعني من الموقع هذا نعتبر وانه هذايا تهرب من وزارة المرأة من مشاركة المجتمع المدني في نقاش وتداول هذا القانون، وهذايا كذلك يعكس إصرارها على إقصاء المجتمع المدني. ولو انه احنا جينا خبر اللي فما المشروع مكتوب وفما اللي يقول خايفين من ردة الفعل وخايفين من كذا ولا يمكن فما توافقات احنا ما نعرفوهاش. احنا كمجتمع حقوقي ونسوي يعني طالب بالحقوق وبالمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف منذ سنوات وقاعدين اليوم نحن باحتكاك مع النساء اللي تعاني من كل ما ظهر انواع العنف. احنا نقولوا اللي الوزارة يلزمها تمدنا بالنص خطر فما حتى الفصول اللي أحكيوا عليهم باش يتنقحوا هذيك أولا وبالذات كانت مطلب المجتمع المدني على الأقل احنا نعرفوا حتى كان خذوا منه فصل ولا اثنين من مطالب المجتمع المدني من حقنا باش احنا زادا نقولوا رانا كنا وراء كيما قبل كنا وراء الرابطة وجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء البحث حول التنمية هما كانوا وراء الفصل اللي جرم التحرش الجنسي. اليوم زاد المجتمع المدني من حقه قبل ما يمشي للأطراف أخرى ولا المنظمات حتى أجنبية وصلت أنه قبل الندوة ذي وزارة المرأة قدمته للانديائي ولا الانديائي زاد هو يخدم على مشروع القانون والتوى لما دتنا النص القانوني. المهم احنا حتى كان فيه فصل بركة من جملة المطالب نتاعنا احنا مرحبين به واحنا حملة المناصرة هي تهم القانون ولكن تهم زادة ظاهرة العنف المسلط على النساء. احنا ماذا بينا الحملة باش تتواصل لانه زادة الى جانب القانون يجب تغيير العقليات. ما نجموش نقاوموا العنف اذا ما نقاوموش التمييز، لذلك وعنا فما عديد من المقترحات باش انه المجالات الكبار يعني مجالة الأحوال الشخصية مجالة الشغل مجالة الطفولة المجالات الكبار في تونس زادة يقع إعادة النظر فيها على أساس المساواة وعدم التمييز. علاش هذا الكل تقاموا به الصديقات يعني المقترحات اللي موجودة من عند الجمعيات؟ لأنه العنف يتغذى من التمييز، العنف يتغذى من التمييز. إذا مثلا ما نظمناش اليوم نعطيك مثال اللي يتقال في القاعة مع بعضنا
مثلا الكونجي دو ماتيرنيتي. إذا هذا ما يقعش تنظيمه وش معناها؟ معناها نحمي المرأة من العنف، صحيح تنجم تحميها من العنف الزوجي والعنف المؤسساتي والعنف اللي في الفضاء العام، كيف باش تحميها منه؟ لذلك يعني هو باهي المشروع اللي تقدمت به الوزارة، يعني الحق فيه معناها يتماشى وتطلعات المجتمع، لكن من الناحية الجزائية ومن الناحية البقائية ما خذاش الناحية متاع المساواة. ممكن يجي هذا في طور ثاني، وهذه اللي نحبوا نتقدموا به كمقترحات المجتمع المدني. الآن شنو هي العلاقة مع سلطة الإشراف؟ هذه زاد المقترحات اللي صارت، العلاقة هو أنه يقع تشريك أكثر للمجتمع المدني، ما تبقاش الوزارة متوقفة على رأي الخبيرات والخبراء. فهمت به؟ احنا نمنوا بهم الخبيرات والخبراء، وهما زاد من المجتمع المدني، أما ما نجموش ياخذوا بقعة المجتمع المدني. فهمت؟ يقول لك لابد أنه يقع التشريك، تو مثلا فما جمعيات أخرى اللي موجودة هنا في الجمعية مش في الائتلاف، تقول لك أعطيني القانون نشاركني ساعة، خذ رأيي في القانون هذا قبل لا يمشي لمجلس النواب، ونكون لكم احنا احسن سند. هذا المهم بالنسبه للمقترح، يعني في العلاقه بين سلطه الاشراف والمجتمع المدني.